السلام عليكم. ونطالب بحقوقنا. دخلنا مع المسؤولين مجموعه من المفاوضات اللي هي سلميه غربات للاسف بالفشل. واحنا تحاورنا معاهم لان خالق هون واحد العرف ان اللي سابقيننا كاملين العائلات اللي توفوا والديهم ما خلف يديروا معاهم حلول تعويضات والله يوظفوا لهم والد. هذا هو العرف السائر. احنا خلونا عائلات والدينا خالد اللي خدم 30 سنه اللي خالد اللي خدم 40 سنه مع هذا البلدي وخلوا عائلات ضايعه. لذلك احنا نطالبوا بحقوقنا. احنا ما لنا متراجعين عن حقوقنا. انت مطالبوا بها هون لين تحقق جميع مطالبنا. ما جانا حد ما رينا حد ما جانا حد ما جانا والله تقريبا 10 ايام وحنا الظهر وما جانا حد راينا محتجين. واحنا اهل الدخل والدينا عاشوا هون ورباوا هون وخلقوا هون واحنا ضايعين ولنا سامحين في حقوقنا. وضع حق وراه مطالب. هو الحقيقة هو هذا اللي قال الصديق الله هو الخالق. احنا والناس رانا هذا ما نحن الاولين ولا نحن التالين. هذه الامور فتح لها هذا الرئيس اللي هو الجماني ونطالبوا بحقوقنا. المنتخبين اللي نصوتوا عليهم في الفتره الانتخابيه وحنا اللي نعدوا احنا ما رينا حتى عندنا السيمانه قاعدين هنا الله 10 ايام ما وقف علينا حد. ما عرفنا كاننا من اهل الدشر والله ما لنا منه. والله عندنا حق والله ما هو عندنا. ولذلك احنا بعد حقنا رانا ما لنا حاركين لا رانا قاعدين هنا يعدلوا لنا مطالبنا والله يمشوا فينا منين ما بغى والسلام.